وساسق المهن هاي وحي هذا المهن ويا للدلمي إنك المهن اللي جو آمني فم حي هذا المهن دكس إسكاق بصدي أو هذا ما أنت أنا محكمة دكو إنكري أو يرميالين أنا أنا تأيي هذا أدمن أقحن هاي دولة كينيا وحنك أصلا هنا إنا المهن حق أصلا عيسى تعلان مقام بصا إسلامتي منو جذا كجرا هذا مسلمين تحيدها قالوا تحيدها إن دين إسلام كسي إطالة محي هذا وعطنا إيه تلوك في صناعي دتك دين تبا ومرع هذا اللي هلاي مال دين تبا هذا اللي هلاي أنا لقوا منا ولا نكرة عن ربنا إنا ينوك على الدولة ده يكاونتي أي وحكست إنا ينو استوى مربنا أنا جو حنا هاي إلما يركا أول الدلمية أو حق هذا اللي قاله هو يدو وساس قايان كم ده هاي إلما يجو حنا ربع حق إنا هلام والدولة ده كان يحق حق ينو صار عصو أنا جي دتك ولا عليه أدمبو المهاجة شرفته ده أيها الجود يا لنين معلن أنكو آمين أيها شرفته دكوا عيارك تاسنا منا قبضت ما هنا نك أنا كحق يا أيها نبهنا الدولة دكان يا حق يا أيها غربنا قبضة يا سجل شروي أسرع أيها أنكو آمين وأنا إجد المية قبضة إذا أنا جوحان ربع قبضة إذا حق المهاجة حق يا أيها نبهنا هاي المها الله كفصل والد كود بان هاي معلن دكسي أنكو آمين إذن المه كفصلي وحان ربنا الدولة دكان يا إن المها حقوقه أينك دومينين؟ مين من مزازي ومتوتة لي الدلميوة؟ مين مكي ينعومب سريكالي نايتاج justice for my daughter؟ مانا كنا watu wengine watakuja kufanyua kitu kama hiyo atutaki ifanyike kitu kama hiyo siku nyingine. Sasa what we need is justice for our kids. Ndo hii kitu isiwa ifanyika mara nyingine tena. Magaigi wa Nuga Abdulkar mhankoa sana ya dhulati Kenya ilma anuhuku dhodi lukutuntai معيشة ده اللي قلت أنت أي أو شيء قالوا آمني أو نقل ربدين تينو أو ذنبي وكره أو أسرع أهرب مودي أرين 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 تنا أرين ولي كانوا هذا ما هو أصلا الدولة دي كان يعني كان يتلاعب على قاو أو نكان عمري حر الوري ده بقول أرين تنا هذا سوء عطو نكان قبله دبر جوين ها قبر ده ما هو قارس كان تيجوا جاي سملاه نكان سيتو وين يتلاعب على قاو ده قالوا لو سوء علين قبلها حقوق دولة إياري نك أنكو آمني دينت إلهي إنه برو جدك توصل برو أنا ربني إلهي ما حدث وسجد جدك هون أترجعي قبلي شرفت وضي مع بلد دولة إياري دولة وحركة أتصلينا إن الدال عن كهلنا حق عندنا عن الظلمين نك عم بنانها عن لغز دين عن العقل لقى قادن مركز أجرت هاي من حرق لقى ديك aan banaanka loo ogolaanayna waxaan ahay wasaasiga caruurtiisa la dulmiyo waliba ugu jirta laba gabdhood oo yaryar tan ugu weyn ay tahay 9 jir waxaan ka codsanayaa dawladda Kenya inay xuquuqdeena waalidnimo noo soo dhiciso maslaxana ma dooneyna anaga wax maxal dhig jiraysiisna ma rabno Habiba Sheekh Maxamed Maxamuud waalidki ilmahan ahay waxaan rabaa ilmaha sheekh aan u dhiibanay baan naga hadlayay oo naga farxumeeyay sidii muslimiinta iyo dawladda in cadaaladna la siiyaan rabna anaga cadaalad baan rabnaa oo ilmaha haqoodi haquuqtood ana laga dhuminin baan rabnaa anaga